اثنان وثمانون كاتغوفين وخمسة عشر نفسون كنز نبحث عن العدد الذي رقم مئاته ضعف رقم وحداته هنا هذا الأعداد أين هو العدد الذي رقم مئاته يساوي مرتين رقم وحداته سوف نجد أن هذا العدد هو أربعة آلاف مئة وأربعة وعشرون انظروا رقم مئاته يساوي مرتين رقم الآلاف ثمانية تساوي أربعة زائد أربعة أو أربعة في اثنان رقم الوحدات هنا خمسة رقم العشرات واحد رقم المئات تسعة الشيف خدي زينيتي الشيف خدي ديزين الشيف خدي سنتين ورقم الآلاف هنا واحد الشيف خدي ميلي العدد الذي ع... نبحث عن العدد الذي عدد عشراته ثلاثة وسبعون يعني نبحث هنا عن عدد عدد عشراته ثلاثة وسبعون انظروا هنا رقم العشرات ثلاثة شيف ديديزين دي زين تروا إلو نومبر دو دي سواسون إذن هذا العدد سبعمائة وأربعة وثلاثون عدد عشراته ثلاثة وسبعون رقم عشراته ثلاثة عدد عشراته ثلاثة وسبعون ولذلك هذا العدد نكتبه كالتالي سبعمائة وأربعة وثلاثون يساوي ثلاثة وسبعون في عشرة زائد أربعة نبحث عن العدد الذي مجموع أرقامه خمسة عشر خمسة زائد واحد ستة زائد تسعة خمسة عشر نعم اثنان زائد ثمانية عشر لا وهكذا حتى نجد أن هذا العدد مجموع أرقامه خمسة عشر لدينا عددين مجموع أرقامهما نحسب نجد خمسة عشر في هذه الأعداد أيهما أكبر؟ أي الأعداد أكبر؟ هو أربعة آلاف وثمان ومئة وأربعة وعشرون لو بلي غون نومبر دون سات ليست كاتر فانت أكبر عدد في هذه اللائحة هو هذا واصغر عدد واصغر عدد هنا يتكون من رقمين هو 82 لو بلي بوتي نومبر 82 والمطلوب حساب فرق هذين العددين العدد الاكبر والعدد الاصغر فرق العددين يعني عمليه طرح ان دو سوستراكسيون عمليه طرح نبحث عن الفرق او الباقي هذا الفرق لا ديفيرونس اذا الوحدات عشرات مئات الاف اسفلها وحدات عشرة نحترم الوضع أربعة ناقص اثنان 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 لا يمكن أضيف عشرة أضيف واحد فالفرق لا يتغير يعني هنا زدت عشرة وهنا واحد لأن عشر عشرة تساوي مئة واحدة اثنا عشر ناقص ثمانية أربعة ثمانية ناقص واحد سبعة أربعة ناقص لا شيء أربعة فالفرق المحصل عليه أربعة آلاف وسبعمائة واثنان 2-8, impossible, je ne peux pas. J'ajoute 10, j'ajoute 1, la différence ne change pas. 12-8, égale à 4. 8-1, égale à 7. 4-0, 4. Moins 04. Donc, la différence 4742. Je range les nombres. سينامر دين مانيخ خواسم سيتادير دي او بلي تزايديا من الأصغر إلى الأكبر من اليسار أبدأ الصغير من اليسار ثم نحو اليمين إذَا تزايديا اثنان 604 ست مئة الصغير رقمان ثلاثة أرقام ولكن رقم مئته ستة أصغر من سبعة ثلاثة أرقام ولكن رقم مئاته سبعة أصغر من تسعة ثلاثة أرقام ولكن رقم مئته آه هنا رقم آلاف آه هنا الالاف هنا هنا الالاف غير موجوده اذا هذا العدد هو الاكبر في المئات 604 734 915 هادو عندهم ثلاثه الارقام ثلاثه ثلاثه اذا هذا 600 700 هنا 900 اذا الترتيب التزايدي هكذا هنا اربعه ارقام هذا اربعه ارقام اكبر من ثلاثه أربعة أرقام أربعة أرقام أقارن من اليسار 1001 وواحد أربعة آلاف إذا هذا هو الأكبر إذا دائما إذا بدأت بالصغير فالرمز هكذا على شكل أربعة يعني أربعة إذا بدأت بالكبير هكذا يعني سبعة أو السمكة تفتح فمها وتأكل الكبير المطلوب هنا عملية تفكيك تفكيك جمعي تفكيك مختلط يعني فيه أقواس وضرب وجمع هنا التفكيك نوع من التفكيك نوع من التفكيك التفكيك لا دي كومبوزيسيون وفكيك جو دي وأربعة وثلاثون أربع وحدات زائد ثلاثة عشرة ثلاثون زائد سبعمائة سبعمئة أو من اليسار وحدات عش وحدات عشرة مئة سبع مئة وقت ثلاثة عشرة هي ثلاثون وأربعة ويعني زائد هنا سبعمئة هي سبعة هي مئة سبع مرات سبعة في مئة 30 هي 10 ثلاث مرات يعني 3 في 10 4 هي 4 في 1 في 1 لا داعي لكتابته 700 بين قوسين حتى لا تختلط الامور 734 يقال 700 بليس 30 بليس 4 او 734 يقال 7 فوا 100 entre parenthèses بين قوسين بليس 3 فوا 10 entre parenthèses بليس 4 مئة وأربعة وثلاثون هذا رقم العشرات كم ثلاثة عدد العشرات ثلاثة وسبعون إذا هذا العدد عدد عشراته ثلاثة وسبعون هذا العدد كم فيه من عشرة ثلاثة وسبعون عشرة والباقي كم والباقي أربعة نفس العدد ما هو عدد مئاته؟ رقم المئات سبعة عدد المئات سبعة لأن العدد هو الرقم وما أمامه ليس أمامه شيء إذا والباقي أربعة وثلاثون وفعلا سبعة في مئة سبعمئة وأربعة وثلاثون، ساتسون كاتر إيكال أ، سات فوا سون أونتخ بارونتيز بليس ترونت كاتر أه كمثال مثلا رجع البدوية التي تجمع البيض، في مزرعة جمعت إحدى البدويات سبعمئة وأربعة وثلاثون بيضة، هي مربية دجاج. جمعت 734 بيضة، أرادت وضع هذا البيض في علاب كل علبة تسع عشر بيضات ستحتاج 73 علبة والباقي أربع بيضات. أما إذا أرادت أن تضع هذا البيض في صناديق سعة كل صندوق 100 بيضة ستحتاج فقط سبعة صناديق في كل صندوق 100 بيضة والباقي 34 بيضة. وأخيرا أتمم السلسلة سيفر 50 100 يعني كل مرة أضيف 50

تسعمائة تمانمائة وتسعون تمانمائة وتمانون تمانمائة وسبعون تمانمائة وستون تمانمائة وخمسون هنا تزايد أضيف كم ثلاثة مئة وتسعون مئة وثلاثة وتسعون مئة وستة وتسعون مئة وتسعة وتسعون مئتان واثنان مئتان وخمسة مئتان وثمانية مئتان وإحدى عشر مئتان وأربعة عشر مئتان وسبعة عشر نعود إلى هذا السطر هنا كل مرة أنقص عشرة 940, 930, 920, 910, 900, 890, 880, 870, 860, 850. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله